أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، بنكمل مع بعض دراسة منهجنا كونكت 4 وبنكمل دراسة يونت 5، ودرسنا النهاردة هو الليسن 2. معاكم مستر محمد سيف. درسنا متكون من 3 أجزاء. أول حاجة is it near or far؟ is it near or far؟ هل الشيء ده قريب ولا بعيد؟ language focus، عندنا جزء في الجرامر، وعندنا كمان درس عن الإلكتريسيتي الكهرباء. نبدأ درسنا بقراءة الفوكاب. lightning، lightning ظاهرة البرق دي بتبقى غالبا في وقت الشتاء ووقت العواصف، لما بنلاقي نور مفاجئ حصل في السماء ده بيبقى البرق أو اللايتنينج. socket، socket مقبس الكهرباء، اللي هو دي أشكال مختلفة من السوكيتس، طبعا بيختلف شكل السوكيت على شكل البلاج اللي بتدخل فيه. طبعا البلاج بالمرة نشوف صورتها، دي طبعا different shapes of plugs، ده الفيشة الخاصة بالأجهزة المختلفة، ودي طبعا اللي بتدخل في السوكت المناسب لها. يبقى سوكت، وعندنا بلاج، وعندنا electric shock. electric shock صدمة كهربائية، دي بتحصل لما الإنسان لا قدر الله بيتعرض ل إنه يتكهرب. جيب لكم فيديو صغير كده نشوف الموضوع عشان نبقى فاهمين أكتر. مفترض إن الشخص ده الصبح هو ماشي بدون حاجة في رجله، طبعا ده بيساعد على الكهرباء المفروض بتوصل للأرض تاني، وطبعا بيلمس حاجة. شايفينه هنا فقد القدرة على الحركة، لأن بمجرد الإنسان ما بيتعرض للكهرباء ما بيقدرش يتحرك، يعني فكرة إن أنا حد يشد إيده ولا كده ما ينفعش، وما ينفعش حد تاني يمسكه أو يحاول إن هو يشده، لأن بمجرد الشخص الآخر برضو ما هيلمس المصاب هو كمان هيبقى زيه. طبعا هي كل اللي عملته إنها راحت فصلت الكهرباء. ثواني أجيب الحتة دي تاني. طبعا ده أفضل حل، إنها راحت لوحة المفاتيح وفصلت الكهرباء عن البيت، ففي الحالة دي شفناه وقع طبعا لأنه ما كانش قادر يتحرك قبل كده. طبعا هو بيتعرض لصدمة كهربائية فبيبقى بيفقد الوعي. طبعا مفترض بتطلب الإسعاف أو المساعدة الطبية، ولكن لحد ما بتعمل ده ممكن بتساعده تعمل إسعافات أولية. طبعا أخطر حاجة بتعرض لها المصاب بصدمة كهربائية إن قلبه بيقف، فهي دلوقتي بتعمل إنعاش قلبي لحد ما توصل سيارة الإسعاف. نرجع لدرسنا، هنقرأ عن الإلكتريك شوك في الدرس. storm، storm عاصفة، storm. electricity ممكن أقولها electricity، ممكن أقلب ال T إلى D وأقولها electricity. electricity الاثنين صح. بنكمل. electrical، electrical كهربي، دي صفة. repair shop، repair shop ورشة إصلاح. letter or letter خطاب، الجواب اللي بنبعته لبعض. letter. energy، energy طاقة. safely، safely بطريقة آمنة. safely. flash، فلاش وميض أو نور خاطف، حاجة بتحصل فجأة، نور بإيد بيطفي، ده بنقول عليه فلاش. speed، speed سرعة. huge، huge ضخم. ناخد بالنا عندنا هنا الحرف اليو long يو فبننطقه يو هيو، والجي بنضيف لها ساوند دي قبلها عشان كده بنقول huge، huge. burn، burn يحرق. burn. tools، tools أدوات. dripping، dripping تنقيط، مثلا الحنفية أو الفاصل بتوقع قطرات مية لأنها مش مظبوطة، مش محكمة الغلق يعني، فبنقول على العملية دي dripping، dripping تنقيط. light، light، light ضوء. واخدين بالنا إن الـ GH هنا silent، وعندنا الـ long I فبنقول lie، light. وصلنا لل conjugation of verbs، تصريف الأفعال. النوع الأول من الأفعال اللي هو regular verbs، نقرأ مع بعض. study، studied يدرس. control، controlled يتحكم. touch، touched يلمس. travel، traveled ينتقل. deliver، delivered يوصل، اللي جاي من كلمة delivery. practice، practiced يتدرب. النوع التاني من الـ verbs اللي هو الـ irregular verbs،
بنحفظه زي ما هو لأنه ملوش قاعدة. become became يصبح put put يضع get got يحصل على take took يأخذ. عندنا بعض الـ important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر مهمة. get an electric shock، get an electric shock يعني يتعرض لصدمة كهربائية. make sure، make sure يتأكد من. amount of كمية من. close to، close to قريبة من. know how to plus infinitive verb يعني بيجي وراه فعل هنا في المصدر. know how to مثلا fix the faucet، يعرف ازاي او كيف يصلح السبور. بيقول لنا نوت صغير كده هنا. we add ly to an adjective to make an adverb. بيبقى عندنا الصفة زي كلمة safe هنا أمان، عايز أحول، عايز أقول بطريقة آمنة، تبقى safely، safely، safe، safely. الجدول المهم بتاعنا جدول الـ sentences، الجمل. لو حبينا نكتب أو نقول كلام أو جمل عن الـ electricity هنستخدم بعض الجمل ديت، هي already هنقابلها في الدرس، ولكن ده يعني أقل حاجة ممكن نحفظها. Electricity travels very fast، الكهرباء تسافر بسرعة جدا. Electricity is very dangerous، الكهرباء خطيرة جدا. If we get an electric shock، إذا حصل أو حدث صدمة كهربية، we can't control our bodies، لا نستطيع التحكم في أجسامنا، زي ما شفنا الراجل كانش قادر يتحرك أو يشد إيده من المكان اللي كهرباء. Electricity can burn us، الكهرباء ممكن أن تحرقنا. Never touch anything electrical with wet hands، أبدا لا تلمس أي حاجة كهربية بأيدي مبللة. Never put anything into a socket، only use plugs، أبدا لا تضع أي شيء في السوكت اللي هو الفيشة، فقط استخدم البلاجز اللي هو الجزء اللي احنا بندخله فيها بتاع الجهاز. Always make sure your hands are dry، دائما تأكد إن يديك جافتين. بيقول لنا ملحوظة كمان، we use always and never to give instructions. طبعا احنا عارفين إن إعطاء الانستراكشنز أو التعليمات غالبا بتبدأ بالفعل في المصدر، الجملة الأمرية المثبتة، أقول لك study hard، ذاكر كويس، don't eat مثلا unhealthy food، ما تاكلش كذا. ولكن في حالة استخدام always whenever ده بيدي قوة للنصيحة أو الانستراكشن. هنا مثلا بيقول لنا always study hard، دائما ذاكر بجد. never eat unhealthy food، أبدا لا تأكل طعام غير صحي. طبعا في حالة never ما بستخدمش don't، هي كانت قبل never don't eat، ولكن لما بستخدم never بنشيل don't. نحل البوب كويس ده في الهومورك، خلونا نبدأ في قراءة درسنا نفسه. عنوان درسنا أميرة the electrician، أميرة الكهربائية. بيقول لنا this is أميرة، هذه هي أميرة. she's an electrician، هي كهربائية أو فني كهربي يعني. She studied and practiced for 3 years before she became an electrician. بيقول لنا طبعا مش أي حد يبقى كهربي لازم يدرس، فبيقول لنا هي درست وتدربت لمدة 3 سنوات قبل ما تصبح فني كهربي. She knows how to work safely with electricity، هي طبعا بتعرف إزاي تعمل بطريقة آمنة أو بتتعامل بطريقة آمنة مع الكهرباء. ده انترفيو أو مقابلة شخصية مع أميرة. الانترفيور أو الانترفيور المحاور بيسألها tell us something interesting about electricity، قول لنا حاجة مثيرة عن الكهرباء. أميرة did you know، هل تعلم electricity travels very fast، إن الكهرباء بتسافر بسرعة جدا. close to the speed of light، يعني بسرعتها قريبة من سرعة الضوء. In a storm، في حالة العواصف، we sometimes see a flash of lightning، أحيانا بنشوف فلاش أو وميض للبرق. There is a huge amount of energy in an electrical storm، البرق ده بيبقى عبارة عن
كمية ضخمة جدا من الطاقة في العاصفة الكهربائية. الانترفيور بيسألها: Is electricity dangerous؟ هل الكهرباء خطيرة؟ أميرة: Yes, very dangerous، خطيرة جدا. If we get an electric shock، لو حصل وتعرضنا لصدمة كهربية، we can't control our bodies، لا نستطيع أن نتحكم في أجسامنا. It can also burn us، تقدر كمان إنها تحرقنا. الانترفيور: How can we use electricity safely؟ كيف نستطيع أن نستخدم الكهرباء بطريقة آمنة؟ أميرة: Never touch anything electrical with wet hands، أبدا لا تلمس أي شيء كهربي بأيدي مبللة. Never put anything into a socket، لا تضع أي شيء في المقبس أو اللي هو الحاجة اللي في الحيطة اللي بنقول عليها الفيشة مثلا. Only use plugs، استخدم بس القابس بتاع الجهاز. طيب ده جزء الريدنج. طبعا مفترض إن احنا لازم نقرأ الدروس الريدنج كتير جدا عشان نقدر نحفظ جمل أكتر نعبر بيها، سواء بنعمل سبيكينج عن التوبيك ده أو لو بنكتب باراجراف. عنوان درس الجرامر بتاعنا demonstrative pronouns، يعني ضمائر الإشارة. بيقول لنا بنستخدم الضمائر دي: we use this, that, these, those. خد بالنا ال th هنا تنطق ذ، لازم لساني يطلع وانا بين سناني وانا بنطق الساوند ده. To say how close an object is to the speaker، بستخدم ضمائر الإشارة دي عشان أقول بطريقة كده ضمنية الحاجة اللي أنا بتكلم عنها دي قريبة ولا بعيدة مني أو من السبيكر نفسه. مثلا لو الإشارة هنا للقريب الشيء near of the speaker، وكان الشيء ده مفرد فهستخدم this، ولكنه لو كان far بعيد هستخدم that. بيقول لنا this و that بيقول لنا بستخدمه في حالة ال singular nouns، الأسماء المفردة، and uncountable nouns أو الأسماء غير المعدودة اللي إحنا بنعملها على إنها اسم مفرد. مثال كده بيقول لنا: شايف هنا السبيكر دي إيد المتحدث وده الكتاب، فهو قريب جدا منه، فبيقول لنا this book، هذا الكتاب. أما هنا شايفينه بعيد عنه فهيقول that book. مثال بيقول لنا: This bus driver، هذا سائق الأتوبيس، is taking me to school، بياخدني إلى المدرسة. هنا that is the water dripping from the faucet، طبعا هو بيتكلم عن عملية التنقيط، دي حاجة غير معدودة، فبيقول لنا تلك هي تنقيط المياه من السنبوب. ولكن لو الحاجة اللي أنا هشاور عليها أو هستخدم ضمير الإشارة لها كان بلورال نونز، طبعا الأسماء الجمع يبقى معدودة أكيد، طبعا هستخدم these or those. These بستخدمها لأسماء الإشارة مع اسم الجمع القريب، زي هنا دي إيد السبيكر والكتب قريبة منه، فبيقول لنا these books، ولكن هنا الكتب بعيدة هيقول لنا those books. الإكزامبلز بيقول لنا: these mechanics، هؤلاء الميكانيكية، work in the repair shop، يعملوا في ورشة الإصلاحات. Those children، تلك أولئك الأطفال، are going to school، يذهبون إلى المدرسة. تعالوا نحل مع بعض جزء البوب كويز على اللانجوج ده عشان نتأكد إن إحنا فهمنا. بيطلب مننا إن إحنا read and write the correct form of the word between brackets، اكتب الشكل الصحيح للكلمة اللي ما بين الأقواس. أوكي ماشي. Number one: My father bought those toy for me. those تلاقي الجمع يبقى toy، لازم تبقى جمع يبقى toys. Those toys. Number two: This his house. ده سؤال بنبدأ ب verb to be بأشكاله، طبعا this يبقى اسم، بنشاور على البيت المفرد يبقى بستخدم verb to be مع المفرد اللي هو is، طبعا لازم تبقى capital لأن بداية جملة أو بداية سؤال. Number three: Those fix the pipes، هؤلاء ال اسمه plumbers السباكين
نمبر 4 this أكيد يبقى بشارة على حاجة مفرد the mail carrier this is verb to be مفرد طبعا this و that بيبقى verb to be مفرد بيبقى is أما those أو these بيبقى are في حالة الجمع that your pen أكيد that برضو مفرد تبقى is 6 these mechanic work in the repair shop لازم تبقى جمع these mechanics Number 7. These the plumber's tools. This gamma tibqa R. Number 8. That the socket that mufrad tibqa that is. Number 9. This my favorite book. This mufrad tibqa this is. Okay, نحذف الإجابات دي ونروح على بقية البيج. Okay, number 10. Well, in a bird over there is beautiful. الطائر هناك عايز أقول هذا الطائر هناك بعيد يعني عني يكون جميل. يبقى مش ما ينفعش أقول this. يبقى لازم اسم الإشارة البعيد يبقى that. Number 11. These are the faucet in you and our bathroom. These are طبعا بنشرح حاجة جامعة يبقى faucets okay number 12 look at birds in the sky تلك الطيور بعيد يبقى those number 13 those driver are driving the new buses طبعا جامعة يبقى drivers مش مفرد drivers طيب السؤال اللي بعد كده بيطلب مننا خلينا ده كلير ونرفع البيج شوية نمبر نختار قلنا read and choose جاب لنا اختيارين بس مش أربعة أو ثلاثة لا هما اتنين فناخد بالنا إن هو غالبا واحد مفرد واحد جمع فهنا معتمد على الناون أو الحاجة اللي إحنا بنشاور عليها this or those car is very expensive. Car مفرد يبقى على طول بدون تفكير this. Number two, those or that mountains are very mountains. جمع يبقى those. Three, this or these pens are blue. Pens جمع يبقى these. Four, can you paint room? Room مفرد تبقى this ولا these this. Five, that or those shoes. Shoes طبعا جمع يبقى those map this ولا this map مفرد تبقى this 7 my father bought toys for me toys جمع يبقى those okay clear نحل ترتيب الجمل مع نفسنا وصلنا للجنرال اكسرسايز على listen to خلونا نوصل لسؤال سؤال جديد علينا أول مرة نشوفه اللي هو ده سؤال من أسئلة الامتحانات بيقول لك read and write the correct form of the word between brackets هو لسه إحنا حالين شبهه فوق بس ده يعني كان أول مرة يجينا في الكتاب فلازم نتدرب عليه أكتر that are the school bus that ما تاخدش are that مفرد تاخد is number two these children children جامعة ما ينفعش is يبقى are watching TV number three this cars is very fast this تاخد اسم مفرد تبقى car واحدة number four this is story are تلك القصة is نتدرب على سؤال تصحيح الخطأ دوت لأن من هيجينا في الامتحان ما شفناهوش في الدروس اللي قبل كده دي أول مرة نشوفه فيا ريت نتدرب عليه أكتر أوكي كلير وآخر حاجة طبعا نطالب مننا نكتب باراجراف عن الإلكتريسيتي طبعا حفظنا جمل كتير والدرس فيه جمل أكتر نقدر نستخدم جمل منها
في كتابة الباراجراف بتاعك. كده انتهى درسنا النهاردة، أتمنى يكون كان سهل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل شير لباقي الفيديوهات. كان معكم مستر محمد سيف، أشوفكم في فيديو قادم ودرس جديد إن شاء الله. سلام.